مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم بهابي مع علاك. معودتكم في هذا البرنامج كنجيب لكم موضوع كيهمكم. موضوعنا اليوم كيهم كاع الناس اللي هو الفلوس ولا الماني ولا اي قريض. غادي نسول المواطن المغربي مليون ديال الدرهم شحال كيساوي. بغيت تعرف واش المغاربه حساس بيا وكيعرفوا يحسبوا الفلوس ولا. اجيو معايا. عمي اش اخبارك؟ الحمد لله. امورك هانيه؟ بخير. عندك مع الفلوس شويه ولا والو؟ مع الفلوس عندي معاهم واخا ما عندهمش معايا. كيفاش ما عندهمش معاك؟ مخاصمين معاك؟ الفلوس؟ لا. ما عمرش بهم راسك؟ لا ما عمرش بهم راسي. كتعرف تحسبهم؟ انت اكيد. احساس بي. طبيعة الحال. الريال ما يزهق. هو راه ماتيماتيسيان. تبارك الله عليك، اليوم غنشوفوا واش ماتيماتيسيان أو لا. حوايجك بانوا لي ديال الفيتنس. ديال الفيتنس ونترينمون. يلا عرض معايا، يلا يلا يا خويا، يلا 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 يلا. كاين، برافو عليك. أنت باقي داير الخاطر البرد ولا الصاد؟ سكت الجاكيطة. بجوج. دير لهم الخاطر بجوج. عمي إلا قلت لك مليون درهم. دابا درهم مليون. مليون ديال الدرهم. مليون ديال الدرهم. شحال المقابل ديالها؟ مليون ديال الدرهم 20,000 درهم. 20 مليون. هتثبت معايا؟ ايه اعتبر معايا. هي شحال؟ هي 100,000 درهم. هي 10 المليون سنتيم. كيف درتي لي هذا الحساب؟ ما عمري حسيت بحال هذا. ما عمرك كنتي مليون انت. هذاك دابا درهم عندنا مليون درهم. درهم واحد عندنا منها مليون. شحال كتساوي؟ هي 10,000 درهم. هي شحال؟ هي 10,000 درهم. برافو عليك. مليون ديال الدرهم شحال هي؟ كيفاش المقابل زعما باش ما فهمتكش؟ بالمليون مثلا شحال؟ مليون ديال الدرهم. انت دابا عطيني عقلك. درهم زائد درهم زائد درهم درهم حتى ولات عندنا مليون ديال الدرهم. الا بغينا نجمعوها في عمله اخرى ولا بقيمه اخرى شنو نقولوا؟ شحال كتساوي؟ ها فكر مزيان. اخويا تزيدي حتى المليون درهم هادشي كثير. قول ياك كثرتي معايا. ما كنقولش 5,000 درهم 10,000 درهم صافي اللي كنعرف. 20 مليون سنتيم. مليون ديال 20 مليون. دابا مليون درهم هي 20 مليون. 100 مليون. أكبر مبلغ حسبتيه غا بيني وبينك الحال. أكبر مبلغ 4,000 درهم. 4,000 درهم. تقريبا شي 3 مليون. 3 مليون. لا جوج. المقابل ديالها هي 100 مليون. 100 مليون. مليون ديال الدرهم هي 100 مليون. تبارك الله. إيوا سيدنا كما تبعنا كلها وحسابه، كاين اللي عارف يحسبها وكاين اللي ما عمرو فاز مبلغ كبير في الحساب. مليون درهم هي 100 مليون سنتيم. هكذا ما بقى لي غير نقول لكم حقنا وصلت نهايتها والله يعطينا الفلوس على قد نفع. السلام عليكم.